نرحبكم على متن سيد رقم 7454 منتج مشيئة الله المبدأ حيد رمل. الزمن حتى إن شاء الله 5 ساعات محل خلال ارتفاع 37 مقدم مشيئة الله تعالى. أرجو من حضراتكم التوجيه لانتباه لشاشات العرض الموجودة أمامكم لتوضيح معلومات ضرورية عن السلام عن هذه الطائرة. Assign elite and elite plus members. أهلا بكم على متن طائرة السعودة قوانين الهيئة العامة للطيران المدني. التقيد بالإشارات المضاءة والإعلانات الملصقة وتوجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية. يرجى التأكد من وضع الأمتعة اليدوية في الأدراج العلوية أو تحت المقعد الذي أمامكم، مع اتخاذ الحيطة والحذر عند فتح الأدراج تفاديا لسقوط الأمتعة. يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ أو في الممرات. لسلامتكم يمنع استخدام أجهزة التحكم عن بعد طوال الرحلة، كما يمنع استخدام أجهزة الهاتف الجوال عندما تكون إشارة الهاتف الجوال مضاءة. قبل استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى يرجى إبلاغ أحد ملاحي المقصورة. يجب أن تكون أحزمة تتمنى لكم رحلة For your safety and comfort, the regulations of the General Authority of Civil Aviation requires passengers to comply with lighted signs, posted placards, crew members' directions, and the following safety demonstration. Please make sure that your hand baggage is stowed in the overhead compartment or under the seat in front of you. Exercise extra the flight attendants. There are emergency exits on either side of this aircraft. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit to you. If an evacuation is necessary, guiding lights will illuminate to guide you to the exit. Prior to leaving the aircraft, remove your chute is located under or to the adjusted at the front. At the exit, inflate the life vest by pulling the tabs down or flowing into the tubes at the top. Then follow the flight attendant. Don't hesitate to call one of our flight attendants. It is strictly prohibited, including electronic cigarettes. Tampering with the smoke detectors in lavatories is prohibited. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight with Saudia. The use of mobile phone and internet during this flight is permissible once the mobile sign is switched off. استمعوا الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا. Thank you.
الله الرحمن الرحيم. حضراتكم طيب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا مرحبكم في مطار راجيف غاندي الدولي حيدرآباد، توقيت المحلي لجمهورية الهند، يشير إلى الساعة 7:15 درجة حرارة خارجية المتوقعة 20 درجة مئوية. أرجو من حضراتكم الضغط بالبقاء في مقاعدكم حتى تقف الطائرة تماما وتقضى إشارة ربع سنة المقاعد وتفتح الباب الرئيسي تماما للمغادرة. قبل مغادرة الطائرة أرجو من حضراتكم التأكد من أخذ جميع متطلباتكم الشخصية معكم. طاب صباحكم بكل خير. Sounds like the costume.